قبل بداية فيديو اليوم يا اخوان حاب اشكر تطبيق بيتو لرعايتهم من هذه الحلقة. بيتو يا اخوان هو تطبيق تواصل اجتماعي جديد فيه مميزات ومزايا جدا رهيبة. اول شيء بالتطبيق هذا يا اخوان تقدرون تتابعون كل الاخبار والاشياء اللي تهمك بدون اي اعلانات. ثاني شغلة يمديك ان تنشر محتواك الخاص في هذا البرنامج ويمديك تحط في المنشور الواحد كم صورة تتوقعون؟ 1 2 18 صورة. يمديك تحط كل هذه الصور في منشور واحد. طيب دقيقة، كم اقدر اكتب حرف بالمنشور الواحد؟ سألتني عن كم حرف تقدر تكتب بالمنشور الواحد، تدري كيف؟ تستهلون الخير، 10,000 حرف! يعني لو تشد حيلك ممكن تكتب قصة حياتك من أول ما انولدت إلى الآن، كلها في منشور واحد. وبرضو من المميزات إخوان إذا نزلتوا منشور وطلع المنشور هذا فيه غلط، أوف هذه مشكلة، شكلي لازم أحذف المنشور وأنزله من جديد. لا، يمديك تعدل على المنشور بدون ما تحذف. ديم والله تطبيق ممتاز، بس أحس ناقصه مسابقات يسوونها كل أسبوع. تستاهل. في كل أسبوع في التطبيق تقام مسابقة في حساب ألعاب بيتو لمحبي الألعاب الإلكترونية. الأسبوع الماضي كانت تنافس على لعبة كول أوف ديوتي، الأسبوع هذا تنافس على لعبة فورتنايت، وأكثر لقطة بتجيب تفاعل بتاخذ بلاي ستيشن 5. فوق هذا كله برضو في مسابقات ثانية في مجال الرياضة والأزياء وغيرها من المجالات الثانية. الدخول بالتطبيق هذا يا إخوان في حركات VIP، الكود اللي طلع لكم الآن بالشاشة هذا الكود حقي، استخدموه داخل التطبيق علشان تقدرون تستخدمونه. رابط تحميل التطبيق يا اخوان راح تحصلونه تحت في صندوق الوصف. يعطيهم العافيه على رعايتهم لهذا الفيديو، وخلونا الان نبدا فيديونا لليوم. السلام عليكم، معكم عبد الله، اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وانتم تشوفون هذا الفيديو. الله، من زمان ما دخلت بالمقدمه حقتي. ها، قبل سنه من الان نزلنا فيديو سوينا فيه حساب وهمي على الانستغرام وارسلنا رسائل لليوتيوبرز، ولكن انتهى هذاك الفيديو بانه ولا يوتيوبر رد علي. لا والله عادي ما زعلت، ولكن اليوم راح ارسل رسائل عشوائيه لكثير من اليوتيوبرز ولكن باستخدام حسابي الشخصي. الو، هلا ابو عابد. اهلين يحيى. شوف، دام انك بتسوي هاي التجربه ايش رايك نسويها بطريقه مختلفه وجديده، فيصير بدال ما لحظه حبيبي، انت ايش دراك اني قاعد اصور فيديو؟ انت قاعد تراقبني؟ ابو عابد خربت السيناريو، خربت السيناريو. لا لا امزح. ايوه كمل. شوف ابو عابد، ايش رايك انا اكتب لك رسائل اللي انت ترسلها حق اليوتيوبرز واكتبها لك في ورقه وتختار من الاوراق بشكل عشوائي وتكتب لهم رسائل؟ ما عجبتني. لا امزح وياك، الفكرة حلوة، خلاص تم. كفو، تعجبني. بس اسمع، ضبطني بالله، لا تكتب لي رسائل تجيب فيني العيد. لا ما عليك، ما عليك. وحش، كفو، خلاص انا انتظرك. يلا تمام، تمام، خلاص. عليه ما عليه. يصير خير يا ابو عابد، يصير خير. كل أمانة ما بيخفي عليكم، أحس إني ندمان أوريدي على الفكرة هذه. لو جاء أحد قال لي الآن كم بالمية تتوقع إنك راح تندم في نهاية الحلقة؟ راح أقول له نسبة إني راح أندم على الحلقة 100%. داخل هذا الوعاء يا اخوان زي ما تشوفون في لونين من الورق، في عندي اللون الابيض وفي عندي اللون الاصفر، طبعا هم مو مبينين بالاضاءه بس انا بكتبهم بالايديت ان شاء الله. اللون الاصفر يا اخوان يحمل اسم يوتيوبر عشوائي، واللون الابيض يحمل رساله كتبها لي يحيى، والله العظيم ما ادري عن اي رساله هو كتبها الى الان، ارسل لي لسه رسائل خليت اخوي يكتبها ويحطها باوراق وجاب لي اياها. اللي راح يصير انه راح نسحب اسم يوتيوبر عشوائي وبنسحب رساله عشوائيه وبنرسلها لهذا اليوتيوبر وبنشوف رده فعله على الرساله هذه. اوكي اخوان، زي ما تشوفون هذا الانستغرام حقي. الله يعطيك عافية عبد الله، لو ما قلت على بالي هذا الواتساب حقك. اوكي اخوان، بدينا عاد نشوف الرسالة الأولى واليوتيوبر الأول اللي معانا لليوم. طبعا إذا قريت الرسالة الأولى راح أعرف إن شاء الله المستوى اللي جايني فيه يحيى. حاس إن يحيى طيب صراحة. ليش للحين ما اشتركت بقناتي؟ حلو، لا والله بداية طيبة. اليوتيوبر اللي راح أرسل له الرسالة هذه تي أم فيصل. اوكي يا اخوان، كتبت له فيصل السلام عليكم، ليش ما اشتركت بقناتي؟ نفسي لما انا اشوف ردة فعل لايف احس بيقول هذا شبي. على العموم الى الان مستواك يا يحيى سهل وبسيط، عطنا الرسالة اللي بعدها. بسم الله يا اخوان، ممكن نتعرف؟ What is this؟ مو مشكلة، خلينا نشوف اليوتيوبر اللي راح نتعرف عليه مين. فراس جيمر. السلام عليكم، اخوي معاك سوبرمان، اذا عندك اي مشكلة كلمني. الله، وصلنا لزمن حتى سوبرمان صار ما عنده شغل. على العموم خلونا نشوف مين اليوتيوبر اللي يبغاني اساعده في مشكله. بسم الله، باري تيوب. الى الان اخوان الخصم جدا سهل، يحيى معطيني رسائل جدا عاديه،
خلونا نشوف الرسائل الجاية. أموت وأعرف شنو مسجل اسمي في تليفونك. يخرب بيت دبل القهوة يا شيخ. للأمانة المرة هذه أتمنى يطلع لي يوتيوبر يعني أمون عليه بزيادة، عارفين؟ بسم الله. سحس. يا سلام، الله يعطيك العافية يا يحيى. يعني لو تسألني الآن هل بداخلك كلام لي يا عبد الله، بقول لك ما بداخلي إلا كل خير. الله ينتقم منك يا شيخ. عاد يا اخوان على مختار الرساله اللي بعدها، اشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، فعلوا زر الجرس وخلونا نشوف الرساله هذه ايش تقول. بسم الله. الو، بسرعه رد ضروري، احتاج مساعده. يحيى حبيبي ايش فيك؟ ليش بقول الواحد بالانستغرام في الدايركت رد بسرعه احتاجك بمساعده؟ ما تبي المره الجايه ارسل له الرساله هذه عبر الايميل؟ كل اسوء، احتاج مساعده رد ضروري. عبد الله النعيمي. اللي ضحك انه اذا رد علي الان او رمى اللي بيده ودق علي وقال لي سلامات ابو عابد، شنو المشكله اللي انت فيها؟ والله قاعد اصور فيديو. احس لو رديت عليه هذا الرد وهو في المكتب قدام الكمبيوتر هذا اللي راح يسويه. الرساله هذه يا اخوان والله حاسس انها خطيره، ما ادري ليش. اختار السياره اللي تبيها وانا اشتريها لك. لا يا يحيى ما توهقني. يلا مو مشكله يا اخوان، خلونا نشوف اليوتيوبر اللي راح نشتري له سياره لعبه باذن الله. بسم الله. مين سعيد الحظ؟ ابو فله. يا حبيبي ابو فله مسوي جيب اوي على 3 سيارات، ما اتوقع انه محتاج سياره مني. ايش عندك بعد يا يحيى؟ الله يستر منك، خلونا نشوف. ترى على فكره ماني حاب محتواك الفتره الاخيره. او شيت. طيب بسم الله. احمد ابو الرب. شخبار سيارتك الجديدة؟ مين اليوتيوبر اللي راح ارسل له الرسالة هذه؟ راح ارسلها لحمان. اللي ضحك يا اخوان انه حمان اشترى سيارة جديدة ولكن قبل سنة. فانا توني الان بسأل عنها. اوكي يا اخوان اخر رسالتين معانا بحلقة اليوم، خلونا نشوف الرسالة قبل الاخيرة ايش تقول. السلام عليكم اخوي، تبيع الكلب اللي عندك؟ يحيى سؤال، خلوا الفيديو على جنب، اسحبوا على كل شيء. كلامي هذا ليحيى، ايش كان الجو المحيط حولك وانت قاعد تكتب هذه الرسائل؟ والله يا اخوان رساله غريبه عجيبه بشكل مو طبيعي. خلونا نشوف اليوتيوبر اللي بنرسل الرساله هذه. بس مين راح ارسلها؟ المجرم جيمز. اخر رساله معنا في حلقه اليوم يا اخوان، يا رب تعدي على خير. انت انسان كريه وما تنطاق، ابلع انفولو. انا قلت ختامها مسك. ايه خلونا نشوف مين اليوتيوبر اللي راح ارسل له الرساله هذه. حمود يوسم. على العموم يا اخوان رسلنا كل الرسائل هذه لليوتيوبرز، راح ننتظر كم ساعه وبنشوف وقتها مين اللي رد علينا واللي رد وايش قالوا بالضبط. الى الفيديو هذا مطولين فيه يا اخوان، اتوقع راح اصور ليل فجر ان شاء الله. لازم نشوفكم عاد بعد كم ساعه وان شاء الله نيش ما حد منهم يشوف الرسائل. ها اهلا وسهلا بالجميع، منورين جميعا، الله يعطيك العافيه، اجلس مكانك. كم لبثنا يا اخوان؟ داري ان الانتقال من اللقطه الماضيه للقطه هذه ما اخذت ثواني، ولكن بالحياه الواقعيه بينهم 48 ساعه. طبعا الان اتوقع بيجي سؤال ببالك وتقول عبد الله بشر كم يوتيوبر رد؟ انا ما اعرف كيف اصارحكم بالموضوع بس ما في ولا يوتيوبر رد. لا امزح يا اخوان كلهم ردوا. ما نبغى نطول يا اخوان، راح اشوف ردودهم بالترتيب وخلونا نبدا باول يوتيوبر كلمناه، تي ام فيصل. فيصل السلام عليكم، ليش للحين ما اشتركت بقناتي؟ لحظه مو مشترك انا؟ الله اعلم ما ادري عنك، لخمت مخي. اشترك. الحمد لله الحين تطمنت. ايش الطاري؟ احب اشيك مين مشترك بقناتي ومين لسه ما اشترك بين فتره وفتره. الله لا يشغلنا الا بطاعته. اليوتيوبر الثاني اللي كلمناه فراس جيمر. السلام عليكم، ممكن نتعرف؟ فراس وقتها يا اخوان رد بملاحظة صوت، خلونا نسمع ايش قال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله. ابد والله، معاك فراس الجهني، 27 سنة من الرياض. الرجال بدا يعرف عن نفسه. جيمر صح. ايش في؟ اليوتيوبر الثالث والرسالة الثالثة كانت الباليتيوب. السلام عليكم، معاك سوبرمان، إذا عندك أي مشكلة كلمني. قاعد تسوي مقطع ولا ايش؟ باري خربتها، قول اي مشكله يا شيخ، قول عندي مشكله اني ما اقدر اطلع من قناتك. اليوتيوبر الرابع يا اخوان والرساله الرابعه كانت السحس. يا اخي اموت واعرف ايش مسميني في جوالك. هذا سؤال من جد؟ اي نعم، السؤال هذا شاغل بالي ولا الحين ما نمت بسببه. صحيح اليومين الماضي كنت سهران ما نمت. ثلاث فيصل ضحك، ولد حسابك تهكر ولا ايش؟ اليوتيوبر اللي بعده يا اخوان عبد الله النعيمي. الو رد بسرعه احتاج مساعده. طبعا يا اخوان ما احكي لكم عن ردة فعل النعيمي، عبد الله النعيمي سوى ردة فعل حرفيا صدمتني.
الله يعطيك العافية يا عبد الله، أرسل لي هذه الصورة فردت عليه وقلت مشكلتي انحلت أخوي، ما قصرت. اليوتيوبر اللي بعده يا اخوان ابو فلة، ابو فلاح، اختار السيارة اللي تبيها وبشتريها لك، طول لي بالك ابيك انت بس. الله احرجني للامانة، سبحان الله، يعني التيم حقنا يا اخوان مليء بالخلق الرفيع. من هو ظاهر يا اخوان عرف انه لو كنت باي سيارة انا ما راح اجيبها، قال ايش خلنا اكتب ابيك انت وخلاص. اليوتيوبر اللي بعده يا اخوان احمد ابو الرب، على فكره مو عاجبني محتواك الفتره الاخيره، اوبا مالك تبوزي وثلاث فيصات ضحك، حاول ترجع لمحتواك القديم، التحديات والمقالب اللي كنت تسويها كانت افضل. اخوي خلص تؤمر، انت قدوتي ورايك مهم، ربي يسعدك، شكرا لتفهمك. قول لي كمان شو بدك اعمل. خلاص عاد مزحنا معك لا تمون. اليوتيوبر اللي بعده يا اخوان حمان، شخبار سيارتك الجديده؟ اوف اي سياره بعد؟ ارسلت له الصوره هذه يا اخوان، الثمنيل اللي منزله بقناته من سنه كامله، قريب السنتين الحين، خلاص مو جديده. معليش توني شفت الفيديو على بالي جديده. شكرا لكم، مع تحياتي الهيئه العامه للتصرف السليم قسم المخارج. اليوتيوبر اللي بعده يا اخوان مجرم جيمز، اقول لك شخبار الكلب اللي عندك؟ من تقصد شكلك بعته ولد، وش قاعد تقول؟ حبيت اطمن على الكلب اللي عندك، باذن الله يحيى راح يكون في بيني وبينك تفاهم اخر، بس يفتحون جسر البحرين ان شاء الله. اليوتيوبر الاخير اللي معانا اليوم يا اخوان حنودي اوسم، انت انسان ما تنطاق، ابلع انفولو. اوه عجل هذا مقطع كل جاي شكله، حطوا لايك ورابط قناتي بالديسكريبشن واشتروا الميرج. للأمانة من أجمل الردود اللي شفتها اليوم، الله يعطيه الصحة والعافية أبو هند، خصوصا يعني كلمة اشتروا الميرج، يعني أنا صراحة ما أدري هو إيش يقصد بالضبط، ولكن شكله في رابط ميرج موجود في الديسكريبشن، الله العالم. زبدة يا إخوان، هذه نهاية فكرة فيديونا الغريبة لليوم، علموني إذا عجبتكم وإذا كان ودكم نسوي جزء ثاني من هذه الفكرة الغريبة ولا لا.